صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، كي دايرين؟ كلشي لاباس؟ الحمد لله. اليوم البنات عيد المولد النبوي، غادي نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز، علما ان هذا النهار جات نهار الحد. كلشي جالس وكما راكم تشوفوا، هنا عندنا في الجهة ديالنا كيديروا الزميطه، الزميطه البلديه ها هي كيديروها في نهار سيد المولود. الزميطه البلديه ديال اليد ها هي، غادي نديرها وغادي نشاركها معكم الطريقه ديالها. هنا غادي نديروا الزيت تسخن مزيان في المقله ونزيدوا عليها الزميطه ديالنا هكا، نخلطوها هكا، نخلطوها مزيان، نضيفوا عليها البوطه ونخلطوها. البوطه راها طافيه، نخلطوها مزيان. هنايا من بعد ما خلطناها مع الزيت مزيان، غادي نبقاو نزيدو الماء دافي شويه بشويه. حنا نزيدو حنا نخلطو لحد هي كتشرب، كنزيدو الماء، الماء دافي، نبقاو نخلطو هي غادي تشرب الماء، غادي نزيدو حتى تولي رطبه. ما تكتروش الماء باش ما تجيلكمش معجنه. هي البنات حنا كنزيدو الماء وكنخلطوها حتى تولي رطبه، غادي تذوقوها تلقاوها رطبه ماشي حرشه. صافي هي الزميطه ديالنا، غادي نزيد شويه تاع سنيده، اللي كيبغيها بالملح يدير الملحه، اللي بغيها مالحه، اللي بغي الحلاوه عاود يدير على حسب الذوق ديالو. ها هي الزميطه ديالنا واجده، ها هو البنات الفطور ديالنا ديال يا سيد المولود، دات حرشه والزميطه ديالنا هي راه واخا في الغربه البنات راه عايشين الاجواء. يلا البنات كل وحده فيكم تقول لي واش تا كيديروا كاب سيد المولود. هما كل منطقة والعادات ديالها. حنايا في الغدا كيديروا بركوكش، غادي ندير معكم بركوكش ان شاء الله. هنايا البنات راكو تشوفوا ما داتش الحلوة، ما كاينش اللي ياكلوها، وراه قريب نهبط للمغرب، داكشي علاش ما درتهاش، اكتفيت غير بهاد الاشياء. اول البنات دابا غادي نديرو بالكوكش ديالنا. عندنا لحم مقطع، عندنا بصله ومطيشه محكوكه، عندنا الحمص مرطب، عندنا شويه ديال العدس وشويه تاع الفول، عندنا ربيع مقطع رقيق، عندنا البركوكش ها هو. دابا البنات غادي نديرو اللحم ديالنا يتقلى شويه. هنايا البنات واخا ما صورت لكمش العطريه، راه ضروري العطريه، العطريه العاديه اللي كننصبو بها، والخرقوم، والخرقوم والسكينجبير والكمون والفلفله وراس الحانوت. راس الحانوت ضروري البنات، كيجي زين في البركوكش. مطيشه هاد الحك ها هي، وكنور، واحد المربى تاع كنور، وصافي البنات هادشي اللي كاين. من بعد ما يتدخل اللحم ديالنا نزيدو عليه البصله والمطيشه ونديرو العطريه.
ها هو البنات من بعد ما زدت العطريه والربيع ديالنا، غادي نزيد الحمص، غادي نزيد الحمص ونمرق، ندير الماء، غادي ندير الماء ونرد عليها تصفر شويه، عاد نزيد العدس والفول. هيا البنات من بعد ما الحمص ديالنا دخلوا الطياب، غادي نزيد العدس والفول والحلبه، شويه تاع الحلبه غير شويه، اللي كتعجبو، اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش. غادي ندير شويه تاع الهريسه، غير واحد شويه باش ما تجيناش عاود حاره بزاف. غادي نزيد ماطيشه تاع الحك، هي غادي نرد عليها يتيب داك العدس وداك الشيء، عاد نديرو بركوكش ديالنا. من بعد ما طاب الحمص ديالنا والعدس واللحم، غادي نقص شويه ديال الروا، ها هو نقص في كاسرونه، وغادي ندير البركوكش ديالنا، ها هو غادي نديرو ونحرك هكا. الاخير غادي نضيف راس الحانوت، غادي نضيف واحد المربع تاع الكنور، غادي نزيد شويه ديال الربيع مقطع رقيق تاع الكيك، نضيفو في التالي، وصافي البنات هو البركوكش ديالنا واجد. هو البركوكش ديالي الصراحه جا بنين، خصوصا في هذا البرد هذا. هو البنات نقول لكم عواشركم مبروكه بالصحه والهنا ان شاء الله، باش ما تمنيتو في شي فيديو اخر ان شاء الله، وبسلامه عليكم.